السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم الدراري، اليوم عندنا واحد الطريقه كيفاش تزيد شويه في الرونفلاج الموتور ديالك. مثلا كنتي مركب ماكينه 125 كما كتشوف بحال دابا، هادي ماكينه سوينغ كما كتشوفوا، يعني وكانت راكبه ليها السيديه العاديه هادي ديال 110 كما كتعرفوا ديال 4 ديال الخيوط راه معروفه، يعني وبغينا نزيدوا لها شويه في الرونفلاج وما تبقاش محدوده بالعربيه كيف كنقولوا، وغتاخذ السيديه ديال التريبورتور. ها هي كما كتشوف ديال 150، ها هي كما كتشوفوا، وغادي تاخذ معاها هاد لي كونيكتور بلاتي، شوفوهم لي كونيكتور، كاين هذا كما كتشوفوا هذا وهذا، غتقول لمول بياس نيت يعطيك كونيكتور ديال التريبورتور، راه كيكون فيه جوج على حساب هاد السيديه كما تشوفوا الاخوان، راه شتو لي كونيكتور ديالها لي فيج ديالها كيف دايرين، يعني هذا كيجينا هنايا كما كتشوفوا، وهذه هي العمليه. غادي نخليكم دابا مع الطريقه ديال تركيب الخيوط باش يكون داكشي واضح وباين. كما كتشوفوا راه غادي تجي لبلاصه السيديه، هنا فين كانت راكبه السيديه الاولى، وهذا هو الكونيكتور ديالها، يعني ديال 4 د الخيوط راه معروف. اي كان حنا درنا هاد الخدمه ديال خوينا الخيوط، خويناهم باش يجينا داكشي ساهل ومزيان بلا ما نحتاجو نديرو السكوتش والروينه والعالم. اختارينا هاد الخدمه هادي ديال اننا نجيو نحيدو الخيوط من الكونيكتور ديريكت، يبقى لينا هادشي نركبوه ديريكت على حساب الشيما اللي عندنا. دابا غادي نخليكم كيفاش غنركبو الخيوط. كتشوفوا الاخوان دابا حنا غادي نبداو في الطريقه ديال التركاب ديال لي فيش. هادو هما الخيوط ديال الفيش ديال السيديه القديمه كما كتشوفوا. غادي نجيو الخضر، الخضر هو الاول، غنشوفوا شي سلك هنايا، ها هو السلك، تحاول تضرب عليه بمطرقه ولا شي طورنوفيس رقيق ولا شي حاجه، المهم غير باش تقاد بيه واحد النويفات. غنجيو الخضر، شوف معايا هنايا هاد النويف هذا هو رقيق، هنا غتقعدو باش يتبلاصا لك الفيش في بلاصتو ويلصق، غتقعدو واحد شويه هاكا. عندنا سيدي السيديه ديالنا هي هادي كما كتشوفوا، الكونيكتور كيجي هاكا، يعني هذا كيدخل هنا. غادي نجيو للتحت ديالو، يا هنا يا هنا، هاد الجوج التحتانيين تقدر تركب فيهم هاد الخضر هذا د الماس، يعني نقدروا نديرو فين ما بغينا. دابا ها حنا ركبنا هذا الخضر ديال الماس، غادي نجيو لهذا اللي فيه الكحل وفيه شرطه صفراء، كيبان هذا اللي فيه كحل وشرطه صفراء، تا هو نقعدو له النويف بحال ما هكا، وغادي يجينا هنا هذا الكحل وفيه شرطه صفراء غيجينا فوق داك الخضر كما كتشوفوا بحال ما هكا، صافي كتسمع ديك الطرق راه الفيش شد بلاصتو. وغادي يجينا هذا كما تتشوفوا هذا اللي هنايا، حاولوا نقعدوه شويه، هذا اللي الخضر عفوا هذا الزرق اللي فيه شرطه صفراء غادي يجينا الفوق حدا هذا الكحل وفيه شرطه صفراء كما تتشوفوا، يعني غادي يجينا هنايا، صافي هو شد بلاصتو. كيبقى لينا هذا الكحل، هذا الكحل ما عندنا ما نديرو به دابا، غادي نجيو لهنا. دابا هاد السيديه اللي غادي نركبو بالنسبه للاخوان اللي عندهم الطابلو فيه الخيط ديال الماس، يعني الا جيتي تبعني هنايا، الا جيتي للطابلو ديالك هنايا ديال الضو كيكونوا جوج صفر، واحد خضر وواحد فيه زرق وشرطه بيضاء، كيجينا هذا اللي في كحل وفيه شرطه حمراء، هذا هو اللي كياخذ الضو، اللي كيعطي الضو للبوبينه ديال البوجي بالنسبه للطابلو ديال 5 ديال الخيوط.
ماشي الطابلو ديال الربعه بحال اللي كاين في السي 50. في السي 50 الا بغيتي خصك تمشي تقلب على بحال هادي وتقول لي عطيها لك باتري، تكون 6 ديال الخيوط ولكن باتري. هادي بالنسبه لينا راه ماس، يعني كورو اسي ماشي دي سي. شنو غادي ناخذو دابا؟ غادي نشدو كابل، يعني الطرف ديال الخيط ما كان مومير يكون خيط صحيح، وغادي نعريوه من هنا ومن هنا. ملي كما كتشوفوا غادي نجيو غنربطوه غير هنايا باش نطولو، يعني ماشي شي حاجه، المهم يكون شي خيط غليظ ماشي داك الخيوطه ديال والو. كما تشوفوا غادي نسدو عليه بالسكوتش باش تكون الامور ديالنا هي هذيك. حنا راه كنصورو معكم فيديو نيشان باش كلشي يفهم. قلت لكم الاخوان بالنسبه اللي عنده السي 50 غيمشي للطابلو ديالها غادي يلقى فيها غير ربعه ديال الخيوط ماشي خمسه. هذه دابا الطريقه خدامه اللي عنده خمسه ديال الخيوط خارجين من الطابلو، اولا حتى الماطر مثلا صانيه، الصانيه راه عندها الطابلو ديال خمسه البوبينات، ورا السيليه اصلا تتكون فيها خمسه ديال الخيوط ماشي ربعه. نحاولوا نغطيو هذا الشيء هذا مزيان هما هكا. الخيط هذا اللي بقى لينا غادي نحاولوا ندبروا على شي فيش بحال ما هكا، فيش ديال السونطرا واقع تقدر تاخذو من عند مول البياس، نقول يعطيك شي فيش ديال السونطرا وغنحيدو منه شي خيط، نحيدو منه مثلا اي خيط عجبنا هنايا كما كان. حنا باش نوضح لكم العمليه وصافي، ناخذو مثلا هاد الكحل، هاد الكحل هذا حلو فيه شرطه صفراء. نورمالمون داك حلو فيه شرطه صفراء راه كاين هنايا، غير دابا حنايا باش نديرو ديك الخدمه النقيه ما بغيناش نديرو السكوتش والعلام وكذا. صافي كيما تشوفوا غادي نجيو نقعدو له النيف حتى هو، وغادي نربطوه هنايا مع هذا كيما تشوفوا الاخوان. يعني هذا هو اللي غادي ياخذ الضوء من البوبين ديال الطابلو، غنسدو عليه توا بسكوتش كنوريكم العملية. يعني ساهلة وبسيطة بالنسبة اللي عنده سوبر كوب ولا صانية ولا، راه بلا ما يحتاج هاد العملية، راه غيلقى هاد الخيط اللي فيه كحل وشرطة حمراء راه لاصق في السيدية، يعني غير غادي يحل ويبرونشي نورمالمون. لا تحت لينا الفرصة راه غادي نصور لكم فيديو اخر كيفاش تصايبها في الماطر الاخرين. يعني صافي كما شفتوا العمليه خدينا غير خيط من هنايا، غادي نجيو لهذا الكونيكتور هذا اللي فيه جوج كما تشوفوا فيه ثلاثه ديال العيبات، غادي نجيو غادي نديروه لتحت هذا اللي هزينا من الطابلو وغنديروه لتحت بحال ماك كما تشوفوا. وهنا كما تشوفوا عندنا واحد الخيط كحل فيه شرطه بيضاء، حتى هذا خاصك تاخذو، هذا كيما كتشوف راه طالعين بواحد الخيط من هنا غادي 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 واخدينو من الكونتاك، ها هو بحال فيه شرطه بيضاء. هذا ديال كوب كورو، هذا هو اللي كيقطع الكره من هنا فاش كتسكس الكونتاك، راه كيكون لاصق هنايا، كيكون لاصق في هذا الفيش الخضر ديال الكونتاك، غتجبدو ولا تحاول تقطعو الا ما عرفتيش تقطعو لانه ما تيكونش مبرونشي، تقطعو من هنا وتخرج منو الخيط وتهبطو ديريكتومون حتى لعندك لهنا، وغتجي السيليه ديالك عادي كما تشوف. ها هي السيديه ديالنا كما تشوفوا الاخوان، صافي وغادي تجيو غتاخذ هذا. بالنسبه لهذا الكحل هذا اللي هنا راه كيتانولا، ما عندنا ما نديرو به كما تشوف. هذا راه ديال 12 فولت، هذا بالنسبه للسيديه باتري هذا راه فيه 12 فولت هنا، يعني هذا تحاول تقطعو ولا تغلفو بالسكوتش، حاول تغلفو بالسكوتش باش ربما لا بغيتي ترد شغلك كيف كان ممكن تلقى كيف دير ليه. يعني حنا غادي نديرو ليه سكوتش وغادي نغلفوه، ربما مول الموطور يبغي يبيع مثلا ولا شي حاجه وبغي يرد السيديه ديالو ولا شي حاجه تلقى كيفاش. صافي غادي تسد عليه بالسكوتش هذا، حيت هذا غادي يتانيو لعندنا حنايا ما نخدموش به كما تشوفوا الاخوان. دابا العمليه حنا سالينها، ها النتيجه،
يعني هذا غير داك الخيط اللي جاي من الفوق راه عاد نحاولوا نفينيوه ونصايبوه مزيان. صافي هذه هي العمليه، الكونيكتور السيديه هذا غيطلع لينا نيشان كوب كورون صافي، والطابلو ديالك كيف قلنا. ولكن كيف ما قلت لكم حاول تاكد من الطابلو واش فيه 5 ديال الخيوط، حيت الا ما كانش فيه 5 ديال الخيوط اش غادي دير؟ غتاخذ وحده باتري بحال هذه وهي باتري، وهذا الخيط حنا اللي هزينا من الطابلو ما غتحتاجوش، غتاخذ هذا الكحل ديالك اللي انولينا حنايا من هنايا هو اللي غادي ديرو هنايا الا كانت باتري. اما هذه يعني ديال الماس خاصنا ضروري ناخذ هذا السلك هذا اللي جاي من الطابلو ديال الماس. صافي وهذا هو اللي كاين، وهذا هو الفيديو غنديماريو دابا باش نشوفوا هذا الشيء. كما كتشوفوا يعني كل شيء خدام، العمليه سهله. ها انتم الاخوان باش ما تقولوش راه حنا تنكذبوا عليكم ولا شي حاجه، راه الا رانتي ناقصه شويه. ها السيديه ديالنا كما تتشوفوا، شوف هنايا عندي في كونتاكت حتى الرونفلاج راه كيولي زايد الاخوان كما تتشوف. يعني دابا هادي صافي ما عندنا ما نديرو بها، بالنسبه لي مركب ماكينه كبيره كما تتشوف. يعني جميع الامور واضحه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.